تحية طيبة أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الخاصة بالفيلسوف ديموقريطس آخر فلاسفة الطبيعة. تحدثنا عن كل فلاسفة الطبيعة من قبله، ويتبقى لدينا ديموقريطس. نظرية الذرة التي جاء بها هي من أهم، إن لم تكن الأهم فعلا، أهم النظريات المعقولة والمنطقية التي جاءتنا من العالم القديم. يقول برتراند راسل: يبقى عالم الذريين معقولا منطقيا، وهو أقرب إلى العالم الفعلي من عالم أي فيلسوف آخر من الفلاسفة القدماء. فما هي نظرية الذرة التي قالها ديموقريطس؟ وما هي أفكاره بشكل عام؟ وما هي الأمور التي طرحها خلافا لنظرية الذرة؟ كل ذلك دعونا نتعرف عليه معا، وهيا بنا نبدأ. الفيلسوف ديموقريطس هو آخر فلاسفة الطبيعة، كان معاصرا للسوفسطائيين وسقراط، لكنه سلك طريقا آخر غير طريقهم. أشهر ما جاء به ديموقريطس هو المذهب الذري أو نظرية الذرة، ولكن ومما يؤكده أرسطو أن هناك فيلسوفا آخر يدعى ليوسيبس، كان صديقا لديموقريطس وأستاذا له، كلاهما معا أقاما المذهب الذري، ولكن ديموقريطس هو الذي أشاع هذا المذهب، لذلك يرتبط اسم النظرية باسمه، باسم ديموقريطس. الفيلسوف ليوسيبس لا نعرف شيئا عن حياته، لا متى ولد ولا متى أدركه الموت. المرجح أنه عاصر أنكساغورس وإمبادوغلس، فلاسفة الطبيعة الذين كانوا قبل ديموقريطس وتحدثنا عنهم قبل ذلك. ديموقريطس كان واسع العلم، ذو بصيرة نافذة وفكر ثاقب، كان شغوفا بالمعرفة بشكل كبير، إلى درجة أن الأموال الهائلة التي ورثها عن أبيه قد صرفها على تجواله بين البلدان بحثا عن المعرفة، فعرج إلى مصر وزار بابل وراح يحصل المعرفة من كل مكان. المعروف عنه أيضا أنه عاش طويلا حتى تجاوز 90 من عمره. إذن ليوسيبس وديموقريطس هما مؤسسا المذهب الذري، أو كما يطلق عليه أيضا مذهب الجوهر الفرد، وسنعرف لاحقا مع الشرح سر هذه التسمية، وليس من إثباتات تاريخية ترجع كل فكرة إلى صاحبها، ولكن بشكل عام المرجح أن ليوسيبس هو من وضع أساس النظرية، وأن ديموقريطس هو الذي أقام البناء فوق أساس ليوسيبس وخرج منه بالفصول والفروع. وطبعا يعود الفضل لديموقريطس في إذاعة هذا المذهب وانتشاره. فما هو هذا المذهب وماذا يقول؟ المذهب الذري، المذهب الذري أو النظرية الذرية هي آخر النظريات الإغريقية قبل قدوم سقراط. تقول النظرية أنه إذا أتينا بأي شيء أو بأي مادة وقمنا بتقسيم هذا الشيء إلى ما هو أصغر منه، ومن ثم الأجزاء الأصغر منها قمنا بتقسيمها إلى ما هو أصغر منها، وهكذا وهكذا نستمر بالتقسيم حتى نصل إلى الوحدة الأصغر التي لا تقبل التقسيم، التي ليس هناك أصغر منها. هذه الوحدات الصغيرة سماها ديموقريطس الذرة أو الأتوم. الأتوم باليونانية معناها غير قابلة للتقسيم. هذه الذرات المتناهية في الصغر والتي لا ترى بالعين ولا تدرك بالحواس هي التي تكون الأشياء والموجودات، وهذه الذرات لا نهائية العدد، دقيقة جدا، ومجموعها مجموع ذرات الكون قاطبة هو مادة الكون. الذرة هي أصغر مقياس للمادة. الذرات خالدة، ليست عرضة للتغير أو التحلل أو الانقسام. الذرات صلبة، ليس فيها فراغ. طبعا ركزوا هنا، في ذاتها ليس فيها فراغ، لأنه لو حصل وكان الفراغ فيها وضمنها لكان من الممكن تقسيمها. إذن في الكون ليس هناك فقط 4 عناصر كما ذهب إمبادوقلس من قبله، بل هناك عنصر واحد فقط وهو الذرة، والذرات متجانسة تتساوى جميعها في انعدام الصفة والخصائص، ولكن هي تختلف عن بعضها بالشكل والحجم، منها المجوفة والمستديرة والمحدبة والكروية وما إلى ذلك. وكون الذرات الأولى بلا صفات، إذن الصفات التي ندركها في الأشياء ناشئة عن كيفية ائتلاف الذرات في تكوينها للأجسام، كيفية ارتباطها مع بعضها البعض هي من يعطي الأشياء صفاتها. إذن الذرات صلبة متجانسة، ولكن ليست متماثلة في الشكل والحجم، لأنه لو كانت كل الذرات متماثلة شكلا وحجما فلن يكون هناك تفسير لتنوع الأشكال المختلفة، وعليه افترض ديموقريطس أن الذرات غير متماثلة شكلا وحجما، مما جعله يفسر التنوع في الأشياء.
طبعا رغم خلو الذرات من الصفات بحسب ديمقريطس، إلا أنه يقول عنها أنها صلبة. الذرات صلبة ما دامت قد بلغت حدا لا تقبل معه التجزئة والتقسيم. وهناك صفة ثانية يقولها ديمقريطس أيضا، وهي الثقل والوزن، مع أنه ليس هناك إثبات تاريخي في أن الذريين الأوائل قد أضافوا هذه الصفة، ولكن هذا هو المرجح العام. الأشياء كلها تتألف من الذرات، كل الموجودات تتألف من الذرات. وعندما يموت جسد ما، فلنقل شجرة أو حيوان مثلا، فإن الذرات المكونة له تتفكك وتتبعثر وتطفو في الفضاء، ومن المحتمل والممكن أن تجتمع مع غيرها مجددا مكونة أجسادا جديدة. حتى النار هي ذرات، حتى النفس البشرية والروح والعقل هي عبارة عن تجمع لذرات عند ديمقريطس كما سنرى لاحقا. الذرات لها سطوح خارجية محيطة بها، لها خطافات أو فلنقل مشابك أو أسنان، ومن خلال هذه المشابك والأسنان ترتبط مع بعضها البعض. طبعا الذرات في حالة حركة مستمرة تتآلف وتتنافر، تتآلف لتشكل الأشياء وتتنافر لتفكك الأشياء، وهذا التآلف والتنافر المستمر هو حركة، والحركة لا يمكن أن تكون إذا لم يكن هناك فراغا تنتقل فيه. وبناء عليه سيستنتج ديمقريطس أن الذرات ليست متلاصقة، هي ترتبط مع بعضها نعم، ولكنها لا تلتصق بشكل كامل، هناك حكما فراغا بينها. بمعنى لو كان الكون غاصا بالذرات المتلاصقة دون فراغ لتعذرت الحركة تعذرا تاما، وبالتالي نجد أن للذريين حقيقتان أوليتان، وهما الذرات والفراغ. بمصطلحات أخرى في بعض المصادر هما المادة والعدم، وهما مماثلان تماما للوجود واللا وجود عند الفيلسوف بارمينيتس، لمن يذكر حلقة بارمينيتس، مع فارق أن بارمينيتس اعترف فقط بالوجود وأنكر إنكارا تاما اللا وجود، بينما جماعة الذريين يثبتون الحقيقتين معا، الذرات موجودة والفراغ موجود. ومن هنا نقول أن أساس الوجود عند ديمقريطس ليس فقط ذرات، بل ذرات وفراغ، والذرات عنده لم تخلق من العدم، بل هي موجودة أبدا منذ الأزل وإلى الأبد، والفراغ موجود وهو الذي تحدث الحركة فيه، أو بتعبير أصح هو الذي جعل الحركة أمرا ممكنا. أما القوة الدافعة المسببة لحركة الذرات فهي مرتبطة بوزن وثقل الذرات، الثقل هو الذي يدفعها إلى السقوط المستمر في الفضاء اللانهائي، ويحدث أثناء السقوط أن تصطدم الذرات الكبيرة مع الذرات الصغيرة، فتنزاح الذرات الصغيرة إلى اليمين وإلى اليسار، فتجتمع مع بعضها لتشكل نواة، وهذه النواة تجتمع من حولها الذرات حتى تكون في النهاية عالما عظيما. عند ديمقريطس هناك عدد كبير من العوالم، وما عالمنا إلا واحدا منها فقط، ومن الممكن طبعا أن تتفرق الذرات لينحل العالم ويتلاشى. هناك عوالم في طور النماء، وبعضها الآخر في طور التحلل، والبعض منها ليس فيه أقمارا ولا شموسا، وكل الاحتمالات موجودة وواردة، غير أنه لكل عالم بداية ونهاية، وممكن أن يتدمر عالم إذا اصطدم بعالم أكبر منه، وعالمنا هو واحد من عدة احتمالات أتت به الظروف المناسبة لقيام الحياة. وهنا يجب التنويه للأمانة، موضوع العوالم الكثيرة أو ربما اللانهائية حتى مؤكد عن ديمقريطس، أما فكرة ثقل ووزن الذرة فهي مأخوذة عن الأبيقوريين، سنتحدث لاحقا عن الأبيقوريين، وسنعلم أنهم أخذوا عن الذريين مذهبهم في الذرات، فهم قد اتخذوا المذهب الذري كمذهب أساسي في فلسفتهم. ومن الأبيقوريين وصلتنا فكرة أن للذرات ثقلا ووزنا، ولكن هل هم فعلا نقلوها عن الذريين الأوائل أم كانت صفة مضافة من قبلهم؟ هذا ما لا يؤكده أحد. المرجح أن صفة الوزن والثقل مضافة من الأساس من قبل ديمقريطس وليوسيبس، وهذا حتى الآن أغلب أفكار نظرية الذرة كفلسفة علمية، وهي بالنسبة لديمقريطس تفسر الكثير، تفسر الوجود، الحركة، التغيرات، أصل الأشياء، تنوع الأشياء، أين تذهب الأشياء بعد موتها، حتى الإدراك العقلي وإدراكات الحواس والتفكير والروح والعقل والرؤية. برأي ديمقريطس إن نظرية الذرة تقدم فيهم أقوالا وحلولا معقولة بالنسبة له،
وسنأتي على هذه الأقوال والحلول تباعا، ولكن قبل ذلك سنتحدث عن أمر هام جدا في فلسفة ديموقريطس، وسنقارن مقارنة سريعة بينه وبين إمبادوكليس وأنكساغورس. طبعا أنا تحدثت عن إمبادوكليس وأنكساغورس بالتفصيل في حلقات منفصلة، الروابط في الوصف لمن يرغب. الذرات عند ديموقريطس متحركة أبدا ولا يطرأ عليها السكون، وحركة الذرات في الكون حركة عشوائية تقودها الضرورة والقوانين. كل ما في الكون والطبيعة بنظر ديموقريطس يتم بطريقة ميكانيكية، وليس هناك نية أو غائية في حركة الذرات. طبعا ليس ذلك أن الصدفة هي التي تحكم الأمور، لا أبدا، بل القوانين الحتمية. وجدت في كتاب تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراند راسل أن ديموقريطس قال أن لا شيء يحدث بالصدفة، وأن ليوسيبس أو لوكيبوس بحسب المصدر يعني قد قال أن لا شيء يحدث من لا شيء، بل كل شيء من أساس ومن ضرورة. إذن ديموقريطس لا يعترف بالصدفة، وكذلك الأمر لا يعترف بالغاية، ليس هناك غاية من حركة الذرات. وهو هنا يتفق مع الفيلسوف إمبادوكليس في لا غائية الحياة، وأن حكم الضرورة الآلية العمياء هي المسيطرة، في حين عند أنكساغورس كان هناك غائية، كان هناك غاي، بل ربما كان أنكساغورس هو الفيلسوف الوحيد قبل سقراط الذي قال أن للحركة غاية وهدف مرسوم، وأن الحياة منظمة من قبل عاقل بصير وذكاء. بالمناسبة هناك وجه خلاف كبير بين أنكساغورس وديموقريطس، فأنكساغورس يرى أن الانقسامات لا تنتهي إطلاقا، بإمكاننا تقسيم الأشياء دوما إلى ما هو أصغر منها، ليس هناك أصغر وحدة لأنه هناك حكما ما هو أصغر. كما أن الفيلسوف زينون الإيلي أيضا قد تطرق لموضوع الانقسامات في مفارقاته، وأكد أن الانقسامات لا تنتهي، تحدثنا قبلا عن زينون الإيلي. بينما ديموقريطس الانقسامات عنده تنتهي عند الذرة، عند الوحدة الأصغر التي لا تقبل التقسيم. وطبعا بديهي جدا أن الذرة التي يتحدث عنها ديموقريطس هي كانت النظرة الأولى للذرة التي يدرسها العلماء هذه الأيام، فالعلم الحديث برهن مع الأيام أن الذرة قابلة للانقسام وهناك مكونات أصغر منها. ولكن بشكل عام يرى علماء الفيزياء على أنه لابد في النهاية من حد نهائي غير قابل للتجزئة، لابد من وجود جزيئات بالغة الدقة تتكون منها الطبيعة كلها. في رواية عالم صوفي يقول الكاتب جوستاين غاردر أن ديموقريطس كان يقول أن العناصر التي يتركب الكون منها لا يمكن أن تستمر في الانقسام على نفسها إلى ما لا نهاية، لأنه لا يمكن في هذه الحالة استعمالها كعنصر بناء، ولو كان ممكنا للذرات أن تستمر في الانقسام والتجزئة إلى أجزاء أصغر فأصغر لانتهى الأمر إلى أن تفقد الطبيعة كثافتها وقوامها، ستكون الطبيعة مائعة. بكل الأحوال ديموقريطس أكد أن الذرات المشكلة للطبيعة هي حكما دائمة وخالدة وأبدية وغير قابلة للتجزئة. الفيلسوف ديموقريطس كان يعرف بالفيلسوف الضاحك على عكس هيراقليطس، لمن يذكر الفيلسوف هيراقليطس كان يدعى بالفيلسوف الباكي، أما هنا ديموقريطس يدعى بالفيلسوف الضاحك لأنه كان يهزأ من حماقة البشر، لأنه كان مريحا ومؤكدا على قيمة الابتهاج والسعادة في الحياة. كان ديموقريطس ينصح الإنسان أن يمتع نفسه وأن يسعد ذاته بأكبر قدر ممكن من السعادة، كان ينصح بأن يبتعد الإنسان عن تقدير صفو ذاته. السعادة عند ديموقريطس ليست مرهونة بالأموال والقصور، وإنما متوقفة على الحالة النفسية، والنفس كلما ازدادت هدوءا وصفاء كلما كانت سعيدة، وأما السبيل للهدوء والصفاء فهو في اعتدال الحاجات وبساطة العيش والثقافة. البهجة هي هدف الحياة. والآن قبل الاستمرار بالحلقة أرجو منكم أعزائي دعم القناة بالطريقة التي تجدونها مناسبة للدعم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب والتعليق إذا أمكن، لأن التعليق يساهم جدا في نشر الفيديو، ومشاركة الحلقة مع الأصحاب المهتمين بعالم الفلسفة والفكر والأدب وعالم القراءة بشكل عام. والآن رأي الفيلسوف أفلاطون والفيلسوف أرسطو في النظرية الذرية لديموقريطس. أفلاطون لم يذكر ديموقريطس أبدا في كتاباته، لم تعجبه نظرية الذرة ونفر منها بالكامل إلى درجة أنه لم يعبر عن رأيه بها، أراد أفلاطون لكتابات ديموقريطس أن تحرق، لكن ذلك لم يحدث، فكتابات ديموقريطس وحده تفوق كتابات كل من سبقوه من الفلاسفة مجتمعين. لكن بطبيعة الحال تحقق ما أراده أفلاطون، لأن الزمن كان كفيلا بضياع الغالب الأعظم من كتابات ديموقريطس.
بالمناسبة كتب ديمقريطس في مجالات عديدة، في الأخلاق، في الطبيعة، في الرياضيات، الموسيقى، الأدب، الطب وغير ذلك. أما أرسطو فهو على عكس أفلاطون، فقد ذكر ديمقريطس في كتاباته وكان مؤكدا على الوجود التاريخي لأستاذ ديمقريطس الفيلسوف ليوسيبس الذي وضع أساس النظرية الذرية، في حين سنرى لاحقا عند الأبيقوريين أنهم أنكروا تماما الوجود التاريخي للفيلسوف ليوسيبس. بكل الأحوال أرسطو أيضا رفض نظرية الذرة وقال بما معناه أنها هراء في معظمها. المفكرون والمسيحيون الأوائل الذين أتوا لاحقا كذلك الأمر رفضوا نظرية الذرة وأبعدوا الناس عن دراستها، لأن النظرية تفسر الأمور في إطار ميكانيكي بحت دون الإشارة إلى قدرة الرب، ولأن النظرية تزعم أنه لا حياة بعد الموت وأن الروح ليست خالدة، فالروح هي تشكيلة مؤقتة من الذرات ستنفصل عن بعضها في النهاية لتعود إلى الفضاء. نعم الروح عند ديمقريطس عبارة عن ذرات، ذرات كروية وملساء، وموت الروح هو تبعثر ذراتها، وهذا أمر طبيعي أن نجد ديمقريطس يظن به ويقوله بناء على نظريته من جهة وبناء على إلحاده من جهة ثانية. البعض يعتبر ديمقريطس أول ملحد في التاريخ، أول شخص أنكر وجود الله، كان دائما يسخر من آلهة الناس ومن أديانهم، وكان يقول أن فكرة الإله نشأت من الخوف، من خوف الناس من ظواهر الطبيعة كالزلازل والبراكين وما إلى ذلك. إذن نظرية الذرة رفضت من قبل أرسطو وأفلاطون، رفضت من قبل المسيحيين الأوائل لأنها تقول أن الروح ليست خالدة وأنه ما من رب وأن الكون يسير بطريقة ميكانيكية، ومما زاد الطين بلة أنه تم اعتناقها من قبل أبيقور وجماعته، مما جعلها ترتبط في ذهن العامة بتقديس المتعة الحسية. كل هذه الأسباب وغيرها جعل نظرية الذرة عند ديمقريطس مطمورة ومغمورة حتى قدوم عصر النهضة الأوروبية الذي أنصفها إنصافا كبيرا، وجعل من الفيلسوف ديمقريطس ليس فقط الفيلسوف الضاحك بل الفيلسوف الذي ضحك أخيرا، ضحك على أفلاطون وأرسطو وكل من رفض نظرية الذرة. وكانت في كل تلك القرون السابقة لعصر النهضة كانت نظرية إمبادوكليس، نظرية العناصر الأربعة، هي السائدة والمسيطرة، بينما كانت نظرية الذرة الإنجاز الذي توج الفلسفة الإغريقية قبل عصر سقراط وأفلاطون، كانت هذه النظرية مغمورة ومطمورة. إذن بنظر ديمقريطس كل شيء يتألف من الذرات، حتى الروح والعقل والنفس البشرية والنار هي ذرات، ذرات النار كذرات الروح كروية وملساء وناعمة، أما العقل فذراته كروية أيضا وتقبع في مكان ما من الجسم، والتفكير يمثل حركة ذرات العقل المندفعة والمهتاجة بسبب سيل الذرات المندفع بطبيعة الحال. حتى الإدراك الحسي تقدم فيه نظرية الذرة تفسيرا وتقول أنه نتيجة خروج عدد معين من الذرات من الأشياء ودخولها أجسامنا من خلال الحواس. فمثلا الرؤية، نحن نرى القمر لأن ذرات القمر تلامس العيون. أما اللون والطعم والرائحة فهي ليست صفات يتصف بها العالم الخارجي، فمثلا عندما نقول أن هذا الشيء حلو المذاق فذاك ليس لأن الحلاوة فيه بذاته، بل إن تدفق ذرات هذا الشيء في أجسامنا في حواسنا هو ما يجعلنا ندرك شيئا حلوا، التقاء الذرات بالذرات، هذا الاحتكاك هو ما يولد طعما حلوا بينما الشيء بذاته ليس حلوا. وطبعا النظرية الذرية تقدم هذا التفسير لأن ديمقريطس قد لاحظ أن الأحاسيس تختلف من شخص لآخر، الشيء نفسه نفسه ولكن ردود الأفعال مختلفة، وطبعا اختلاف الطعوم عائد لاختلاف أشكال وأحجام الذرات، فالأشياء حلوة المذاق ذات ذرات مستديرة وكبيرة، الأشياء المالحة ذراتها كبيرة مدببة ومقوسة، الأشياء المرة ذراتها مستديرة ناعمة ولكن غير منتظمة، الأشياء الزيتية ذراتها ملساء مستديرة صغيرة وما إلى ذلك. قدم ديمقريطس أشكال وحجوم الذرات لمختلف الأشياء، وبالتالي حركة الذرة المدببة غير حركة الذرة المستديرة، وبالتالي سينتج عن المدببة طعم مالح مثلا بينما حركة المستديرة والناعمة ذات طعم مر مثلا. خلاصة القول، صفات الأشياء كاللون والطعم والرائحة ليست فيها، بل إن حواسنا تنفعل لها تبعا لحركة ذراتها، ولذلك هناك خلاف بين الناس في مقدار التأثر بها. يقول ديمقريطس، جرى العرف أن يعد الشيء حلوا أو مرا أو ساخنا أو باردا أو بلون معين،
ولكن الحقيقة أن هذا الشيء ليس إلا ذرات وفضاء. الطعم والرائحة واللون كلها مسائل ذاتية بحتة تعود لنا نحن لا إلى الأشياء نفسها، لأن الأشياء هي مجرد ذرات، ذرات متحركة في الفراغ. أما فيما يخص الثقل والقساوة والكثافة وما إلى ذلك، فهي هنا تعود للأشياء نفسها ولتركيبة هذه الأشياء قبل كل شيء. إذن هناك إدراك لأشياء بحسب ما هي الأشياء فعلا، وهذا إدراك عقلي، وهناك إدراك لأشياء بحسب كيف نحن نتفاعل وننفعل مع تلك الأشياء، وهذا إدراك بالحواس. لذلك من الممكن أن تكون الحواس خداعة، ورؤية ديموقريطس في هذا الأمر هو أمر مشابه تماما لما سيقوله لاحقا الفيلسوف جون لوك، أحد مؤسسي المذهب التجريبي الذي كان وظهر في عصر النهضة الأوروبية. إذن اتفق ديموقريطس مع بارمينيتس في عدم الثقة بالحواس، إلا أنه لم يتبعه بشكل كامل إلى حد التغاضي عنها تماما، لأن ديموقريطس ميز وفرق بين نوعين من المعارف، معارف مكتسبة من خلال العقل ومعارف مكتسبة من خلال الحواس. الفيلسوف ديموقريطس معروف في الوسط الفلسفي بالفيلسوف المادي، لأنه كان ماديا بشكل كبير. الروح والعقل عنده مجرد اجتماع للذرات، التفكير عملية مادية، الإدراك سواء كان إدراك عقلي أو حسي عملية ميكانيكية مادية، الكون يسير وفق نظام ميكانيكي وليس منه غاي. لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالأديان مطلقا، وجادل ضد العقل الغائي والذكي عند أنكساغورس. أليس كل ذلك ما يجعله سيد المادية في العصور القديمة؟ رغم ذلك كان عنده نظام متكامل للأخلاق، دعا الناس إلى السلوك القويم لا لإرضاء الآلهة ولا لضمان حياة يرضون بها في الآخرة، وإنما لأن تلك الفضائل تمهد الطريق لحصول الإنسان على السعادة والبهجة، والبهجة والسعادة عند ديموقريطس هي هدف الحياة. النظام الأخلاقي عند ديموقريطس لا يمت للدين بصلة، وهذا ما شق على المسيحيين الأوائل. ولاحقا الفيلسوف أبيقور يتبنى هذا النظام، نظام ديموقريطس الذي يدعو إلى سلوكيات قويمة بمعزل عن الدين. كما وتناول ديموقريطس مسألة التعليم، وبرأيه أن التعليم مسؤولية ثقيلة، فأسوأ شيء في الوجود هو التهاون في تعليم الصغار. وفي الغالب ديموقريطس لم ينجب أطفالا، كان مسيء الظن بالنساء ويستنكر الجنس، لأنه بحسب قوله المتعة فيه تطغى على الوعي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تربية الأطفال عبء على الفلسفة. كان يستنكر كل شيء عنيف أو عاطفي، وكان يقدر الصداقة كثيرا. يقول ديموقريطس: أظن أن المرء الذي يريد أطفالا خير له أن يأخذ أبناء أصدقائه، عندها يمكنه أن يختار الطفل على الشاكلة التي يريدها، ومن ثم يمكنه أن يختار ما يهواه عقله من بين الكثير. أما إذا أنجب المرء أطفاله بنفسه فسيواجه عدة مخاطر إذ عليه أن يعيش مع من أتى به أيا كان. وإلى هنا تنتهي حلقة الفيلسوف ديموقريطس، لنستمر لاحقا بالتتابع الزمني مع السفسطائيين، ومن ثم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وبعدهم طبعا أهم المدارس الفلسفية في المرحلة اليونانية الكلبية والرواقية والأبيقورية والأفلاطونية الجديدة. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا لكم والسلام.